ان يبقى فيه فريلانسرز موجودين من الميدل ايست من المغرب للخليج بيخدموا العالم كله. انت فانا واخدها ستيج. بتحلم بتحلم يعني، ده احلام اكيد. لا عندنا فريلانسرز كويسين ولا عندنا ناس تقدر نقدر نصدر سوفت شويه سوفت وير انجينيرز لبره، انما انا اخد جرافيك ديزاينر من مصر يخدم امريكا. انا متوافق، انا يعني متوافق مع حضرتك تماما. لا في في لا في جرافيك ديزاينرز ده بقى كويسين. شاطر، ده شاطر بيشتغل مع نتفليكس هو اصلا هيبقى ساعتها اوريدي شغال مع الويب سايت. ايوه هيبقى اوريدي شغال النهارده لو انا شاطر ايه اللي يخليني اقبض بالجنيه لو انا ممكن انا اعرف جرافيك ديزاينر ابن واحد صاحبي بيشتغل مع نتفليكس. ارد منه لنتفليكس، ارد على نتفليكس. الكومبيتيشن اللي موجوده يا عمر بيه في المواقع فريلانسر دوت كوم وابورك وفايفر عنيفه جدا، ومعظمها جايه من الفار ايست، الهند والصين وي. فعشان يخش كفريلانسر ياكسبت عليه بيد صعب جدا جدا جدا، كومبيتيشن عنيفه جدا.